وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في وزارة الداخلية. نرحب بك سعادة الشيخ مي ونبارك لك هذا الإنجاز. وبداية، يعني ماذا يمثل لكم هذا الإنجاز المستحق بالفوز بمنصب نائب رئيس مجموعة الإيجمونت للتحريات المالية وبالإجماع؟ نشكركم على الاستضافة. في البداية يشرفني حصولي على هذا المنصب، ومن هذا المقام أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله. يأتي هذا الإنجاز لتجسيد جهود مملكة البحرين وبكفاءاتها الوطنية في حفظ الأمن الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال تعزيز دور المملكة في المنظومة العالمية لحظر ومكافحة قتل الأموال وتمويل الأرهاب، والتوجيه والمساعي المتواصلة من قبل صاحب المعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف والإرهاب وتمويله وغسل الأموال. يأتي هذا الإنجاز ليمثل ثمار أمل المنظومة الوطنية ونجاحها إقليميا ودوليا، وأفخر بما تحقق كوني أول امرأة بحرينية وعربية تشغل هذا المنصب. ويعد هذا المنصب تكليف لمملكة البحرين تصاحبه مسؤوليات كبيرة، حيث أن شغلي هذا المنصب جاء بإجماع وحدات التحريات المالية المنضوية تحت مظلة مجموعة الإيجمونت. والمجموعة هذه منظمة دولية لوحدات التحري المالي تأسست في عام 1995 لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين أعضائها لتعزيز فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية والجرائم الأصلية ذات الصلة، وضمان مقاضاة مرتكبيها على المستويين الوطني والدولي، والمساهمة في إنجاح عمليات استرداد الأصول، حيث أن ضم هذه المجموعة وحدات تحري مالي تمثل 170 دولة حول العالم، وتعمل المجموعة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية على غرار مجموعة العمل المالي الفاتح لتطوير وتنفيذ ومراجعة المعايير العالمية لمكافحة الجرائم المالية. نعم. سعادة الشيخ مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.